الذي خصنا بخير كتاب أنزل، وشرفنا بأكرم نبي أرسل، وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع، دين الإسلام، وجعلنا بفضله ومنه وكرمه من خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وسجدت له الجباه ورغمت له الأنوف. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمد رسول الله، عبد الله ورسوله، وصفوته وخيرته من خلقه وخليله، فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وأرسله رحمة وحجة على الخلق أجمعين. فصلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه النفس قد أفلح من زكاها، أي من روضها وأصلحها وحملها على الخلق الحسن، وقد خاب وخسر من حملها على الخلق السيء. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهذه النفس تحتاج إلى تزكية، تحتاج إلى تربية. وفي الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها. هذه النفس إن لم تروضها، إن لم تزكيها، إن لم تصلحها، إن لم تحملها على الأخلاق والفضائل، فإنها تفجر. لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فألهمها فجورها وتقواها، دعا الله تعالى فقال: اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الإخوة الكرام، أيها الموحدون، يا عباد الله، ديننا هذا الدين العظيم بكل ما فيه، بشرائعه، بكتابه، ببعثة نبيه صلى الله عليه وسلم، جاء ليدعو الناس إلى حسن الخلق. فالقرآن الكريم هو منبع وهو أصل الأخلاق كلها. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي جمع الأخلاق كلها، بل جمعت الأخلاق كلها في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي جاء برسالة الإسلام التي عنوانها: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. شريعتنا هذه الشريعة
شريعة غراء بشرائعها بعباداتها من صلاة وزكاة وصيام وحج وغير ذلك. شرعت هذه الشرائع والعبادات لتهذيب النفوس، لتهذيب النفوس وحملها على الخلق الحسن. إذا جوهر الدين هو الأخلاق. لهذا شوف صحابي الجليل معاذ بن جبل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، أي اجعل تقوى الله عز وجل والخشية من الله تعالى واستشعار رقابة الله تعالى لك نصب عينيك. اتق الله حيثما كنت. قال: زدني يا رسول الله. قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا عملت معصية أذنبت، أتبع ذلك بحسنة، بعمل صالح، باستغفار يمحى لك ذلك. قال: زدني يا رسول الله. قال: وخالق الناس بخلق حسن. وخالق الناس بخلق حسن. أظهر وأبرز محاسن الإسلام أمام المسلمين وغير المسلمين. إذا أنت مسلم وتعتز بإسلامك، أظهر أخلاق ومحاسن هذا الدين أمام الناس. مش تكون عبء على الإسلام. كل واحد منا على ثغرة من ثغر هذا الدين، فلا يبتين الدين من قبلك. إياك. فقيمة الإنسان أيها الإخوة بأخلاقه، قيمة الإنسان بأخلاقه، مش بمصرياته ولا بمكانته الاجتماعي ولا بجاهه، إنما بأخلاقه. حتى لو كان هذا الإنسان يعني أعبد العابدين وأزهد الزاهدين وليل نهار نايم الجامع وبدون أخلاق، هذا لا قيمة له، لا قيمة له، بل يصفر في أعين الناس. لكن صاحب الخلق العظيم هو الذي يعظم، هو الذي يكبر في أعين الناس. ولهذا قال الشاعر: من عاش صفرا من الأخلاق والأدب يحيا فقيرا ولو يمشي على الذهب. ما قيمة المرء إلا طيب جوهره لا ما حواه من الأموال والحسن. قيمة الإنسان بطيب جوهره، بصفاء قلبه، بحبه للناس، بسمعته الطيبة بين الناس، يعظم ويكبر بأخلاقه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال أكمل الناس إيمانا، بمعنى أن هذا الإيمان لا يكمل بل يبقى ناقصا. أكمل الناس إيمانا أحاسنهم أخلاقا، أحاسنهم أخلاقا. قال: الموطؤون أكنافا، القريبين من الناس، الذين يألفون ويؤلفون. ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. المسلم الأصل أن يكون قريب من الناس، تألفه الناس، تحب تقرب عليه، هيك الأصل. لكن لما الناس تبتعد عن فلان وبتتحايدوا، هذا ليس عبثا، هذا ليس إلا لسوء خلقه، ليس إلا لفحش قوله، ليس إلا لفظاظته وقسوة قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الناس منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. للناس تتحايلوا تبعد عنه حتى تسلم من سلاطة وبذاءة لسانه وفحش قوله. من تركه الناس اتقاء
اتقاء الفحشاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه الله تعالى بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. شوف نبي ربنا بيقول له لو انك انت فظ وغليظ القلب بتلاقيش حدا حواليك، لكنه صلى الله عليه وسلم كان ارحم الناس والين الناس قلبا، لم يكن طعانا ولا لعانا ولا سبابا ولا صخابا، بل كان احسن الناس خلقا فاحبه الناس والتف الناس من حوله. عباد الله، سوء الخلق هذا هو مرض، مرض سوء الخلق مرض. من أصيب بهذا المرض لابد من أن يسأل الله عز وجل أن يشفيه من هذا المرض، يدعي ربنا إنه يهديه لأحسن الأخلاق. شوف النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا مدحه قال له: وإنك لعلى خلق عظيم، كان يدعي ربنا إنه يهديه لأحسن الأخلاق، وهو الذي أوتي الأخلاق كلها. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم كما أحسنت خلقي، أي كما جملتني يا الله فأحسن خلقي، جملني بالأخلاق يا رب. كان يدعو الله عز وجل فيقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. كان يتعوذ بالله من سوء الخلق فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. سوء الخلق هذا يفسد العمل، كما جاء في الحديث الذي يرويه ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. سوء الخلق يفسد العمل، يفسد الصلاة، يفسد أي عمل صالح لما ما بيكون عندك حسن الخلق، كما يفسد الخل العسل. لا بل إن سوء الخلق يفسد الحياة كلها. معظم المشاكل، معظم الخلافات الموجودة اليوم بين الناس، الموجودة في مجتمعنا، سببها فساد الأخلاق، سببها سوء الأخلاق. المشاكل الأسرية الموجودة في بيوتنا، تعنيف الزوج لزوجته، عدم الاحترام، عدم طاعة الزوجة لزوجها، عدم اهتمامه بزوجته وأبنائه، الخيانة الزوجية، كل هذا سبب سوء الخلق، كل سبب سوء الخلق. علشان هيك حالات الطلاق كل ما بتزيد، بتزيد في مجتمعنا. هذا سبب من أسباب العنف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم من البداية أكد على حسن الخلق قبل الزواج، قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه. إذا صاحب الخلق والدين بدناش نعطيه بنتنا، ما أنا كفك عن ضيع، قال: إلا تفعلوه. إذا ما بدك إياه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والمرأة كذلك، دعانا إلى اختيار صاحبة الخلق والدين. فإذا كان الزوج صاحب خلق والزوجة صاحبة خلق ودين، يسعد الزوجان ويسعد الأبناء وتستقر الحياة الزوجية. حوادث العنف والقتل والجريمة الموجودة في مجتمعنا اللي بنسمع عنها ليل نهار، سببها سوء الخلق وقلة التربية وغياب دور الأهل في البيت.
علشان هيك وصلنا الى ما وصلنا اليه من هذا الواقع السيء المر. حوادث القتل في الشوارع التي يروح ضحيتها شباب، وخاصه الشباب اللي بيركبوا المواطير، بروح بيشتري مطور 100,000 شيكل واكثر علشان يفرد عضلاته ويبرز مواهبه، وبالتالي يقول لك ابن فلان قتل في حادث سير مروع وقاتل. طب ليش؟ عاد عن الازعاج. وفي مجموعات من الشباب بلدنا اللي عند المواطير بيطلعوا في سباقات، نتعلمش احنا من بعض. قديش بنسمع عن حوادث سير قاتلة، لكن احنا ما بنتعلم من بعض الا ما الواحد يدفع الثمن. ولهذا لما تنعدم الاخلاق، لما منظومة القيم هذه تنعدم في مجتمعنا، بده يخرب المجتمع. تخرب البنت، بيخرب الشاب، وبتخرب المرأة. والله تعالى قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد عباد الله، فإن الله تعالى جعل نبيه وحبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم النموذج القويم للخلق أجمعين، للتأسي به، للتأسي بأخلاقه. فقال عز شأنه: واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال: وإن تطيعوه تهتدوا. الآية الأولى واتبعوه لعلكم تهتدون، هذا وعد. والآية الثانية وإن تطيعوه تهتدوا، هاي شرط. إذا وعد وشرط. إذا اتبعتم وإذا أطعتم رسول الله اهتديتم إلى الطريق القويم وإلى الصراط المستقيم. بتعيشوا حياة بدون مشاكل، بدون منغصات، بدون مصائب. إذا اتبعتم هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يهديكم إلى الصراط المستقيم. ما بتتعبوا، ما بتشكوا بهذه الحياة. لكن لما نتنكب هدي هذا النبي الكريم، فإنه أصابنا ما أصابنا في هذا الزمان. فاللهم يا ربنا اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها فإنك خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. إلهنا ومولانا، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا أسيرا إلا فتكت أسره، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اهد شبابنا يا رب العالمين، واهد بناتنا، واهد نساءنا، واهد شيوخنا، وردهم إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر.
المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأقم الصلاة.